المعادلات دي يعني انا هقول لكم حاجه طبعا الموجه بتاعي يا فندم بصولي كده وبعدين يعني انت تخيل انك انت هتاخد الموجه بتاعك انت وانت اوريدي مكتوب جرس حاجات كده كتير بيطلب منك ايه؟ يعني لما تيجي تاخده في حته السبت ايه الحاجات اللي بيجيبوا من ده؟ ساعات يقول لك احسب الفرصه يعني يجي لك فيديو واحد في يوم تاني يقول لك طلع ايه الفرصه من فيديو واحد على فيديو تاني اللي هو الفرصه مش كده؟ ممكن يجي ايه؟ لو انا عندي فيديو اقول لك احسب اللي بتكتبه ممكن لو انا عندي فيديو اقول لك احسب الدين ممكن ايه الحاجات دي اقدر احسب الكباسه اقدر احسب البي اللي هو المدرب يبقى كل الحاجات دي كنت لما في الليبتن في الليبتن في لما تيجي تاخده يقول لك احسب البي احسب البي احسب الكباسه ووطي المنظمه احسب الرو بي احسب الكيوب دي اللي هي الحاجات طب لو بس دي من ضمن الطرق يعني انت لما انت لما تيجي تقرا في الكتاب بس هي هتلاقي المنظمه الاولانيه دي قبل ايه؟ تعتمد على اللي انت هتعمله كده بالتالي المنظمه هنا صح بالنسبه لك لكن في المقدمه دي ايه؟ هتلاقي انك يعني مع الدكتور هتلاقي فيه ثلاثه ديفرنت ايه؟ ميثود تقدر تحسب بيهم الام تي فيه. يعني لو انت عايز تحسب الام تي فيه ممكن تحسبها بالطريقه دي ايه؟ عن طريق اللي هو كور فلو عن طريق جراف عن طريق ايه؟ انا ايه؟ وات ايفر عن عده ممكن ايه؟ تحسب البي ان انت عندك علاقه بين الاي والبي هي ايه؟ الاي تساوي ماينس جراف بي تقدر لو ادالك البي تقدر تحسب منها البي او العكس وبالتالي تقدر تحسب الكباسة. طب معادلة الكباسة ايه؟ معادلة الكباسة لما تيجي تاخدها تلاقي ان المعادلة سكند اوردر يعني على سبيل المثال لو انا كتبت لك معادلة كده دي معادلة ايه؟ لو احنا بندرس رياضة ما لهاش دعوة بايه؟ بالفيزياء ولا كده بقى حاجة دي معادلة ايه؟ معادلة تفاضلية ولا متفاضلية؟ تفاضلية في ايه؟ في كل مرة؟ في الدرجة طيب لو كان البي ده لو كان مثلا اكس وواي وزد يعني ممكن البي تكون ايه؟ زلة انتاج اوف اكس وواي وزد او حسب الكوردينيت رو واي وزد او الار وزد او لو قلت لك حل المعادلة دي تعرف تحلها؟ لا ما هي المسألة دي انا قلت لك ايه يا عم البي حل البي نعم؟ لا هو لا انت عندك البي على ايه؟ انت بتقول البي حصل حصلت تطلع البي هتطلع اعمل ايه؟ اعمل عمليه انتجريشن مرتين لان دي من الدرجه الثانيه وليس من الدرجه الاولى لو من الدرجه الاولى اعمل انتجريشن مره واحده لو من الدرجه الثانيه اعمل انتجريشن ايه؟ تو هاي مش كده؟ عيب المعادله اللي انا كاتبها على الصبوع دي معادله الفيري ميد كومبليكيتد لان ايه معادله البي فالطه في الاكس والواي وفي السي ميرور عشان تحلها ممكن تضطر بالنيوميريكال ميثود او بالكمبيوتر عن طريق برنامج ولا حاجه يقدر يحل المعادله دي لكن بايدك صعب جدا جدا تحلها حتى في القسم الكوليدج لما تاخده لو اللي هيجي يدخل قسم كوميونيكيشن باذن الله السنه الجايه بتلاقي المعادله دي من دهنك تقدر تحلها الحل الماثيماتيكال او الاناليتيكال بس لما تبقى في تو بارت في الاكس والواي يعني ايه ايه؟ لو احنا صحيح كان الاعتبار ايه هي بتعتمد على اكس واي بس الى حد ما المعادله برضه والكابتن هيجي يفرزها يلاقي حد صح بس يقدر يوصل لكن في سي دايمنشن فيري فيري كومبليكيتد المعادله في المهم اللي انا كاتبها دي اللي انا هسجلها هي دي المعادله اللي بيسموها معادله لبلاش انا بقول لك يعني اعتبر دي معادله تفاضليه ولا بقول دي معادله تفاضليه تفاضل التاني بالنسبه لك تفاضل بالنسبه للواحد تفاضل بالنسبه للجاي دي معادلة لماس بس ايه؟ زي ما اتفقت معاك حل بيبقى
فين الطريقه الرياضيه وازاي والكلام ده، وغالبا بيكون هتروح في ايه؟ في اعمال الكمبيوتر والبرامج والكلام ده. لما تفهموا دي وتنضربوا سلم الاسلام جاي باذن الله لقيتوا الكمبيوتر يقدر ايه؟ يكون برامج يقدر يحل المسألة. لكن في الترم ده اللي انا هدخلكم فيه غالبا انا هقيم المسألة عشان تقدر تفهم، يعني احنا بنحاول نبسط ما تفهم بس ايه الكونسيبت بتاعتك. وبالتالي الحقيقه هحددلك كام بارك؟ واحد. وان بارك. يعني وليكن انا هحط لك ايه؟ برنامج دي من الملف اكس. سهل دي. دي معادله الابلاس. برضه مسافه ايه؟ يبقى دي ايه؟ هتبقى داتا ايه؟ يبقى دي انا هطيرها نقل اعداد الديبند على الايه؟ اكس بس. بالنسبه للواي وزد ما تعتمدش على الواي وزد. وبالتالي ايه؟ الكلام ده انا هنقوله بالنسبه لك. سواء لما سواء مواصلات عندك معادله رياضيه في كام بيرمون؟ واحد. طيب هبدا استخدم معاكم دلوقتي معادله كام بيرمون. ليه؟ لما تيجي تبص في الأسئلة حتى إيه؟ لما
ولا لا؟ و انت من هنا في المجال ده تقدر تقول هي عيب وبناء على المعادله. لو انا قلت لك كلمه معادله ايه مواصول تاني بس ده وممكن بس ايه خد الكلام ده بس انا عايز اقول لك كده ما فيهاش ايه حاجه انا هحكيش في المره كلها ما لا مش هقدر اقول لك بس انا زي انت ما سالتني وانا رديت عليك احنا بنحاول نجمع المبادئ بس في بعض المبادئ اللي هي ايه هي من السبب وهي مش كويسه لكن ماذا يفضل ما هي فممكن اربع اسئله توصل
معاهد الجبلات وفي معاهد الجبلات.
هنا هو
الجديد بتعتمد على مين؟ على الاكس ولا على الواي؟ على الاكس. وبالتالي لما هي بتعتمد على الواي برضه يبقى البي فانكشن في ايه؟ في الاكس بس. يبقى لما نيجي في المسألة
طلعت كبير، فرصة كام؟ كده زيرو، طلعت الأكس منين؟
دلوقتي طلبت منك ركن من دايما على حاجه حصل دايما تقريبا ده لسه ما حصلش. ايه الحته اللي فيها بكره ما تعدلها كده؟ طب يبقى لسه في 10 تركيز اقل. يبقى دلوقتي اول حاجه انا بنزل دايما الى الباب غير تحت البيت. بعت البي. البي هنا في ما هي البي طلع في ما توصل ولا بره؟ بتعتمد على مين؟ علاقه خطيه ولا مجرميه ولا مؤمنيه؟ عباره عن ازاي تراجع؟ لو انا طلبت منك قلت لك انزل البي اجيب سنتين اكس. لو قلت لك بعت لك واحد البي مع اكس اهي. لو قلت لك زي ما قلت لك هو الزمان هنا كلها اكس بتساوي جيم كام وعندي اكس بتساوي جيم كام وبي واحد 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 على البيت. لو قلت لك ايه
الطيارة